سهر الله جوج ثلاثة سهر الله الرضا ونور الدين احذف علينا عسابك يعني بابا علي راه هو النقطه الاولى ديال هذا الشيء الحمد لله الله يشكرك ماشي كنتمنى الله ان شاء الله الله يسعد عز الدين الله يعاونك يا رب يا امين يا رب السلام عليكم سلام يلا اسمع يلا سير يلا قول له تبلا نضربوا الرشاد على الناس نخليوا لهم يضربوا الرشاد لا بسم الله الرضا بحال بحال انا غنجي دابا ان شاء الله حنا خوش حنا خوش الحمد لله الحمد لله انا كنقول لكم انا كنعبد بابا علي يمكن
اكثر من الحمد لله الله حفظك علي راك بخير ولكن الله اللي غادي يجازيكم على هذا الخير الله يحمد وليدي يعني بابا علي راه هو النقطه الاولى ديال هذا الشيء الحمد لله الله يشكرك ماشي كنتمنى الله اللي يجازيك الخلف ان شاء الله بابا علي خلي الخلف ان شاء الله خلف ان شاء الله الله يرحمه ويسع عليه فاطمه الله يرحمه ويسع عليه فاطمه امين مرحبا ندخل ان شاء الله اجي تصور معنا اجي يا محمد تصور هذه الحواله اجي بس ماشي هذا كده هو عندك اجي يا كده تعال تعال اجي بس ماشي بس يلا الرحمن يلا اخويا يلا سيدي والله يوتي ايوا شنو كاين الخلل Thank you.